أهلا بكم وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. أقرأ في العربي الجديد: ضحية تعذيب جديدة في السجون العراقية، قطع أصابع شاب بسجن كركوك. طالع في الزمان: نازحون يشكون الضغوط ويخشون تحول المخيمات لمقاطعات يحكمها متنفذون. ونتصفح في المدى الكشف عن صفقة فساد كبيرة ببناء 1500 مدرسة في العراق. جاء في القدس العربي: 100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير لقاح كورونا العراقي. ونطالع في الخليج: الإماراتية تظاهرة في لبنان احتجاجا على تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وجاء في البيان: الإماراتية تعز تنتفض في وجه انتهاكات الحوثي، وإغلاقات للشوارع وإشعال للإطارات. وأخيرا جاء في الشرق الأوسط: الجمهوريون دفاع بايدن عن الانسحاب من أفغانستان كارثة كاملة. أهلا بكم. تحت عنوان العنف مستمر في العراق ما لم يكن هناك إصلاح منهجي، قالت صحيفة ذا ناشيونال إن الحكومة الجديدة يجب أن تمتلك خطة واضحة للإصلاحات المنهجية إذا أرادت وقف العنف والقمع الذي تمارسه الميليشيات ضد المنتقدين والناشطين في التظاهرات. الصحيفة أضافت نقلا عن مراقبين دوليين بمعهد تشاتان هاوس ومركز الأزمات الدولية أن الإصلاح المنهجي شرط أساس لاستعادة الدولة العراقية سيادتها ومكافحة السلاح المنفلت وتوحيد الأجهزة، وإلا فإن العنف سيستمر لأنه يحمي مصالح أولئك الفاسدين الموجودين بالسلطة. وتابعت الصحيفة بالقول إن استمرار ظواهر استخدام السلاح وخطف المعارضين والقمع المنهجي سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل العراق، وإن الإصلاحات السياسية يجب أن تفسح الطريق أمام التكنوقراط لدفع البلاد إلى الأمام في مختلف المجالات، خاصة أن الطبقة السياسية الحالية ينظر إليها بشكل كبير على أنها بددت موارد العراق من خلال الجشع وسوء الإدارة. وأشارت الصحيفة إلى تصاعد العنف ضد منتقدي الحكومة والمجتمع المدني في العراق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في تشرين الأول 2019، حيث قتل حوالي 700 متظاهر وأصيب ما لا يقل عن 25 ألفاً آخرين. ونقلت الصحيفة عن بلقيس والي الباحثة في منظمة Human Rights Watch قولها إنه من الدعوات الرئيسة التي كان المحتجون يوجهونها في ذلك الوقت أن يتنحى رئيس الوزراء، والحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين الناس في العراق ومن هم في السلطة. والحقيقة المحزنة هي أن الانتخابات لن تكون قادرة على تحقيق ذلك. وأضافت صحيفة ذا ناشيونال أن المتظاهرين طالبوا بانتخابات مبكرة وعقد اجتماعي جديد، لكن الحقيقة هي أنه من غير المرجح أن تجلب الانتخابات حكومة جديدة قادرة على محاسبة الفاسدين مثل الكاظمي الذي لم ينجح إطلاقا في محاسبة أي مسؤول على الرغم من الاعتقالات العديدة وجولات الاستجواب. عادت اسطوانات التصريحات الرسمية بالدوران في مسارها المشروخ من خلال تكرارها دعوة العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات، على الرغم من الاعتقاد السائد لغالبية العراقيين في حتمية فشل هذه الانتخابات في تحقيق مطالب الشارع العراقي المنتفض. أمير المفرجي يقول في صحيفة القدس العربي إن القوى المهيمنة على العملية السياسية تكرر كالعادة وعودها بقدرتها على تهيئة متطلبات عملية الاقتراع وتأمين نزاهة الانتخابات. في المقابل يستمر الواقع الانتخابي لعراق ما بعد الاحتلال على وضعه السابق، حيث تنتشر الملصقات ووعود الأحزاب والسياسيين
الذين لا يعرف أغلبية العراقيين برامجها ولا حتى أسماءها. فالأحزاب الطائفية هي نفسها لا تتغير في العملية السياسية منذ 2003. الشيء الوحيد الذي يتغير هو في الوجوه والأسماء، وفي الوقت الذي تتواصل الترتيبات لضمان نجاح عملية تدوير الانتخابات وتجييرها لصالح الأحزاب الحاكمة، جاء مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل فرصة للأحزاب الموالية لإيران لدعم الدعاية الطائفية قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة في 10 تشرين المقبل من جهة، وصرف النظر من مخاوف الشارع العراقي من أعمال التزوير التي طغت خلال الأيام الماضية على المشهد السياسي في العراق وتحويلها إلى مسار آخر لا يقتصر خطورة عن كل ما حدث ويحدث في العراق، ابتداء من احتلاله وتسليمه لإيران وصولا إلى إضعافه وإجباره للقبول بالتطبيع. وبقرب موعد الانتخابات البرلمانية، يبدو من الصعب أن يطرأ تغيير ملموس عن طريق صندوق الاقتراع نتيجة لفقدان ثقة العراقيين بالطبقة السياسية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها نخبة طائفية غير كفؤة وفاسدة، وهي من تملك المال والسلاح للاستمرار في الحكم. الكاتب يرى أيها السيدات والسادة أن هذا ما سيدفع كل من له بصيرة وطنية في التساؤل عن أسباب توقيتها وتسميتها بالانتخابات التشريعية المبكرة التي من المفروض أن تلبي مطالب احتجاجات تشرين التي هزت البلاد في عام 2019 ورغبتها الواسعة في التغيير. يستغرب أي مراقب هذا التهافت لشخصيات علمية تقود إدارات جامعات وكليات وحتى معاهد على الترشيح في الانتخابات العراقية. فتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان: يبدو أنهم يقرؤون القصة بالمقلوب. نعم، البرلمان بحاجة ماسة لأصحاب شهادات حقيقية بدل شهادات غامضة يحملها أغلب النواب، لكن هذا لا يعني أبداً أن يتم إفراغ المؤسسات العلمية والجامعية من كوادرها للالتحاق بالبرلمان. إن الأخطر هو أن يتم النظر إلى منصب النائب بوصفه أعلى في القيمة من منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو رئيس مؤسسة علمية. ماذا يريدون أن يفعلوا بمنصب نائب من أجل التغيير المنشود؟ والذي بات صرعة الشعارات، إن الذي لا يستطيع أن يخدم شعبه من خلال المناصب العلمية والأكاديمية التي يتبوأها ولا ينظر حياته لها، لن يكون وجوده في البرلمان ذا قيمة أو تأثير. حتى الامتيازات المالية التي هي أساس أن يفكر عراقي بمنصب عضو برلماني ليست حاسمة هنا، لأن المناصب العلمية والإدارية في الجامعات لها تقديراتها المالية العالية بالقياس مع رواتب عموم موظفي البلد. لا يحدث في أي بلد ديمقراطي أن تخلى رئيس جامعة أو عميد أو بروفيسور عن مكانته العلمية لكي يصبح نائباً حتى لو كان منتخباً. المناصب في مشهد التهافت التي هي كنز الامتيازات في العراق هي في الوقت ذاته بوابة الفساد المشرعة، مهما كانت نيات بعضهم حسنة في غلقها. إن المناصب العلمية موضع تفاؤل لكي تكون خط الدفاع الأخير عن البنيان الاجتماعي والحضاري والقيمي للبلد، ولا ينبغي أن تكون في نظر المتهافتين أقل قيمة من منصب النائب البرلماني. الكاتب يضيف أنه لو كانت هناك حكومة تعمل بمعايير حقيقية في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكانت طردت مع أقسى العقوبات كل أصحاب المناصب العلمية والأكاديمية المتهافتين في الترشيح، أولئك الذين اختلت في رؤوسهم وأدمغتهم القيم الواجب تنميتها والمحافظة عليها.
لم تتخيل الروائية الإنجليزية أغاثا كريستي يوماً وقائع مثيرة لرواية بوليسية لافتة كالتي أحكم تلفيقها فريق محققين وضباط من الأمن العراقيين وتمكنوا من أن يعرضوها على شاشة فضائية. وقد اجترحوا من شاب بريء من بابل شخصية بطل يقتل زوجته ويحرق جثتها. هذه القصة سمعتوها مؤخراً بكل تأكيد. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربي الجديد إن الكاظمي أمر بمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان وهي المعايير الغائبة دهراً عن إجراءات سلطات الأمن ودوائر القضاء في العراق وسلوكياتهما. الحصيلة المرة للسنوات السابقة هي إعدام الآلاف ممن خضعوا لما خضع له ابن مدينة الحلة البريء من تعذيب وتهديد واتهامات باطلة وتلفيق اعترافات بألسنتهم بالصوت والصورة. وفي كل مرة تصاعدت الاستغاثات من أسر المعدومين والمناشدات من منظمات حقوق الإنسان أن توقف حكومة بغداد التعذيب وممارسات انتهاك إنسانية الإنسان، لكن أحداً لم يرى صداً عملياً لكل تلك الاستغاثات والمناشدات. واقعة ابن الحلة بتفصيلاتها الملفقة لم تخطر حتى في بال كتاب الروايات البوليسية في أي ما مكان، ولذلك يمكن أن يحصل المحققون وضباط الأمن ورجال الإعلام المتواطئون معهم على براءة اختراع بأسمائهم بعدما أوشكوا أن يلفوا حبل المشنقة على رقبة شاب بريء وارتكبوا جريمة متوفرة الأركان هي الأولى في غرابتها ولفت الانتباه لها. إن الذين لفقوا جريمة اليوم يستحقون لقب ملوك الجريمة عن جدارة لبراعتهم في وضع السيناريو وتطويع عناصره وإنتاجه كمادة تلفزيونية وعرضه في فضائية تزعم أنها لا تقدم لمتلقيها إلا الحقيقة، لكنها خالفت ما يفترض أن أجهزة الإعلام في كل بلاد الله درجت على اتباعه، وهو عدم ترويج ملابسات وإشكالات في قضايا لم تنجز أحكامها النهائية بعد. الكاتب يضيف أن العراق يقدم في كل يوم أمثولات رائدة في التلفيق والتزوير والكذب المباح، وعادة ما يكون الأبرياء ضحايا لهذا النوع من السلوكيات التي تكاد تنتشر في كل مؤسسات الدولة ودوائرها. في مجلة فورين بوليسي نقرأ: حذرت المجلة من أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يكون قد بعث نوعاً من الثقة في النفس والغرور في نفوس الإيرانيين، ما جعلهم يخططون للاستمرار في برامجهم النووية بينما يحاولون تأجيل مفاوضات فيينا. وقالت المجلة إنه في الوقت الذي يأمل فيه كثيرون في عودة واشنطن إلى اتفاق نووي، يخشى كبار المسؤولين الأمريكيين من أن طهران تسعى سراً لتأجيل المفاوضات بينما تستعد للوصول سريعاً للسلاح النووي. إيران تحاول في غضون ذلك الظهور بشكل قوي أمام المجتمع الدولي، وهو ما قد يبدو جلياً في الخطاب الأخير لوزير خارجية أحسين أمير عبد اللهيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق التحليل ذاته. وبحسب المجلة فإن إيران لا تزال تبحث عن دور في الشرق الأوسط، حيث تشير المصادر الأمريكية والدولية إلى الاعتقاد الناشئ لدى حكومة طهران لأول مرة منذ سنوات بأن لها اليد العليا في الشرق الأوسط، وتأتي هذه النتيجة الرهيبة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة، مع توقف دام لأكثر من شهرين ونصف حتى الآن لمحادثات فيينا المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015. حذرت الولايات المتحدة من أن الوقت ينفد أمام طهران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت المجلة عن الدبلوماسي الأمريكي المختص في شؤون الشرق الأوسط دينيس روس قوله إنه من الواضح أن الإيرانيين لم يعودوا يخافون بعد الآن منا، وأضاف أن هذا في حد ذاته يعني أننا لا نمتلك حقا مستوى الردع الذي نحتاجه سواء في القضية النووية أو في المنطقة.
المجلة ختمت بالقول أن الإيرانيين واثقون تماما من أن الوقت في صالحهم وقد بلغ النفوذ الأمريكي ذروته، مضيفة أنه عندما تستأنف محادثات فيينا سيأتون إليها، وهم يعتقدون أن الغرب لن يكون أمامه بديل لقبول مطالبهم بشأن رفع العقوبة. وإلى صحيفة نيويورك تايمز، حيث سلطت الضوء على المصاعب التي تواجه تونس وقرارات الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد الذي تقول إنه يواجه معارضة متزايدة. وأضافت الصحيفة أن الرئيس سعيد لقي دعما شعبيا واسعا وصل إلى ذروته في الإعلان الأخير بأنه سيحكم البلاد عبر المراسيم، لكنه بات اليوم يواجه معارضة واسعة، ما يعطي صورة من حالة الغموض بشأن الأزمة السياسية التي تواجه تونس ووسط اقتصاد يسير نحو الهاوية. تقول الصحيفة إن سعيد أدخل البلد والديمقراطية الوحيدة التي برزت من تظاهرات الربيع العربي في حالة من الشك العميق، وقال في تموز إن تحركاته هي ردود مؤقتة على الحالة الاقتصادية والصحية الطارئة، لكنه قام بزيادة تحكمه في السلطة منذ إذن وتجاهل الضغوط الدولية والمحلية من أجل إعادة البرلمان إلى العمل. وبالنسبة للدستور الذي تم إقراره عام 2014 بعد سنوات من التفاوض والتشاور، فقد أشار إعلان الرئيس إلى أن أي مادة تتعارض مع سلطات سعيد الجديدة فليس لها أي أثر تنفيذي، ما يعني أنه لم يتبقى سوى ديباجة الدستور والفصلين الأوليين اللذين يتعاملان مع المبادئ التوجيهية والحقوق والحريات. وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من التونسيين رحبوا في البداية بالإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس، وعلقوا آمالهم على إنقاذه الاقتصاد التونسي وإصلاح النظام السياسي الفوضوي ومعالجة الفساد المستشري، إلا أن سعيد فشل في تقديم خطة طريق وأثار المخاوف لرفضه التحاور مع الجماعات المدنية أو سياسيين لتحديد الطريق للأمام. وبعد شهرين بدون نتائج بدأ الغضب أو حالة الإحباط من سعيد بالتراكم. بحسب الصحيفة سيدتي سادتي، فإن الامتحان الأول لسعيد هو ما إذا كان قادرا على إخراج تونس والتونسيين كذلك من معاناتهم التي قادت إلى الاضطرابات في المقام الأول، ولا يوجد هناك منظور لتحسن الأوضاع في ظل معدلات البطالة العالية وتردي مستويات المعيشة، ما دفع آلاف التونسيين إلى المخاطرة وعبور البحر المتوسط إلى أوروبا. بعيدا عن السياسة، وفي خبرنا اليوم، مسجد حاجي إبراهيم المشيد منذ قرن من الزمان من الخشب بدون استخدام مسامير، يستقطب عددا كبيرا من الزوار المحليين والأجانب القادمين إلى شمال شرق قرغستان. ويعتبر مسجد حاجي إبراهيم الذي يعرف أيضا باسم مسجد دونغان الوحيد في قرغستان الذي تم بناؤه من الخشب، وما زال يقف شامخا منذ قرن من الزمان. هذا التصميم المذهل أذهل الزوار بروعة تصميمه وبنائه، ويحمل المسجد أجود نماذج العمارة الخشبية، وقد تحول خلال القرن الماضي إلى رمز لمدينة قراقل ومحط جذب للزوار بسبب تصميمه الفريد وبعده التاريخي. طبعا هذا المسجد يتسع ل 120 مصليا فقط، وهو ما سمحت به الإدارة القيصرية الروسية عند إنشائه، وقد تم إنجاز الأقسام الحجرية من البناء من قبل بنائين محليين، في حين جرى تشييد الجزء الخشبي من البناء من قبل حرفيين صينيين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.